مشروع مجاري الديوانية الكبير الذي يغطي مركز الديوانية، يحتوي على محطة معالجة بطاقة تصميمية مقدارها 100,000 متر مكعب باليوم، وشبكات تمتد على مختلف أحياء مدينة الديوانية العزيزة. الحقيقة المشروع واجه صعوبات كبيرة، المشروع كان محال إلى شركة الرافدين، إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية، وبقرار من مجلس الوزراء للخدمات الاجتماعية تم إضافة الشريك إلى هذه الشركة، وانطلقت تمت المباشرة في منتصف عام 2021 المباشرة بالمشروع، واليوم المشروع يسير بشكل جيد جدا. تم الاستعانة بمكتب استشاري جامعة القادسية لتحديد الأضرار والاندثارات للمشروع، من المؤمل إنجاز المشروع خلال المدة المحددة. الحقيقة المديرية تسعى لتحقيق خدمات البنى التحتية للمواطن الكريم في مختلف محافظات، من المؤمل إنجاز كافة مشاريع المديرية خلال السنتين القادمة. مشروع مجاري الديوان الكبير يتقسم من ثلاث مفاصل رئيسية، وشبكات الرئيسية والشبكات الفرعية و 24 محطة رفع مع محطة المعالجة. جاء العمل حاليا بالشبكات الرئيسية والفرعية زائد محطة المعالجة، أما محطات الربع في طور التصميم وفي نهايات التصميم إن شاء الله، نتأمل خلال الشهر القادم تنتهي التصاميم ونباشر محطات الرفع. الشبكات الطول الإجمالي الشبكات في مدينة الديوانية هي 620 كيلو متر طول، منها بحدود 50 كيلو متر هي خطوط ناقلة تراوح أقطارها ما بين 400 إلى 1800 مليم. حاليا العمل بالدرجة الأساسية بالشبكات اللي هي سبق أن تحدثنا عنها، أنه هي شبكات منطقة الصدور حتى ننهيها مع مجموعة من الخطوط الناقلة اللي تحرك بها بهذه المرحلة. بعد انتهاء المرحلة راح نوزع العمل على الخطوط الناقلة لأهميتها لنقل مياه المجاري ومياه الأمطار إلى خارج مركز مدينة الديوانية. قدرنا يعني الحمد لله والشكر أن نوسع دائرة العمل، يعني الآن احنا عندنا عمل في الصدر الأول الثاني الثالث الرابع وفي مناطق أخرى خارج لها، احنا ما نقدر ندخل كل كوادرنا في منطقة واحدة، يكون هناك نوع من المضايقة للمجتمع وللشارع وللمارة ولكل أمور تقريبا، لذلك جعلنا جزء من كوادرنا حتى برا منطقة الصدور، ولكن إن شاء الله على موعدنا يخلص بالوقت المناسب. تعاوننا عظيم جدا ما بين الوزارة، المهندس المقيم، دائرة المهندس المقيم، الشركة، تعاون بناء 100%، وما عندنا أي معارضة الحمد لله والشكر. الأهالي بعد ما شافوا العمل وشافوا الناس تنجز العمل وراغبة بالعمل، الشركة والوزارة وكل الناس أبدوا مساعدة غير طبيعية. إن شاء الله هذا المشروع يكمل بإذن الله ويكون بصمة جميلة جدا إن شاء الله.